تدين مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيات الإنقلابية الإرهابية في الجمهورية اليمنية صاروخا باليستيا استهدف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في اعتداء جبان يؤكد تماما الدور السلبي والخطير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لهذه الميليشيات الإنقلابية في الجمهورية اليمنية لتقويض مساعي التوصل إلى حل سلمي وإطالة أمد الأزمة وإصرارها على ممارساتها العدائية بتزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالصواريخ التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة. تؤكد مملكة البحرين وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس بالسلم والاستقرار فيها، ودعمها الشديد لكل ما تنتهجه من سياسات أو تتخذه من تدابير في مواجهة كل أشكال الإرهاب من أجل الحفاظ على أمنها وأمن المنطقة ككل. وتجدد مملكة البحرين التزامها الثابت بدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حدا لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وذلك وفقا للمبادرات الخارجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 22/16. هذا وقد أعلنت قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي حوثي إيراني جنوب مدينة الرياض أطلقه الحوثيون. وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن الصاروخ كان باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمنطقة الرياض، مشيرا إلى أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره جنوب الرياض دون وقوع أي خسائر. أضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة الباليستية ذات التصنيع الإيراني من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية دليل واضح على استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استخدام المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل.